اهلا بيك يا فندم، بحب اشكر حضرتك وبشكر كابتن هاني على اللقاء الجميل دوت. ربنا يخليك. اتمنى ان شاء الله يعني اقدر، يعني انا شخصيا مبسوط وان سعيد ان انا موجود في البيت الكبير، لان ده بيت النادي الاهلي كله وكل الاهلاويه. شرف ليا وحاجه يعني مش عايز اقول لك، ده لقاء عزيز جدا عليا. شكرا. وانا كنت بعدت كتير 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 عن ده، بس دايما النادي الاهلي في قلبي وفي عقلي، ده اكيد. وربنا يوفق الاهلي دايما ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طبعا منورنا. يمكن عشت جوه جدران النادي الاهلي في قطاع الناشئين لمده 4 أو 5 سنين، وكنت قاب قوسين او ادنى من طبعا الوصول للمرحله الدوليه في يعني منتخب الناشئين. هنتكلم على كل ذكرياتك الجميله دي داخل جدران النادي الاهلي، لكن عايز اخد راي حضرتك في المهمه الصعبه اللي بيواجهها النادي الاهلي ان شاء الله بكره. وزي ما قالت سهام، دايما معدن لعيبه النادي الاهلي وعلى مر الاجيال مش دلوقتي بس، بيبان في المواقف الصعبه. شايف المباراه ازاي يعني؟ والله انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بمنتهى الامانه ومنتهى الصراحه، انا مش قلقان اطلاقا على النادي الاهلي. مش قلقان؟ مش اطلاقا على النادي الاهلي. احنا مرينا بالظروف دي كتير. السنه اللي فاتت الهلال في السودان نفس الشيء. لو نفتكر 2012 لما تعادلنا مع الترجي في مصر 1-1، وقلنا خلاص كاس راح، واحنا كنا خسرانين في قبل النهائي في 2011 بالجون بتاع انرامو، بس كان كل ثقه ان النادي الاهلي هيعدي وهياخد الكاس. صديق لي اتصل بيا قال لي خلاص هارد لك السنه دي، تعوضوها السنه الجايه. انا كنت في مصر ورحت تونس واتفرجت على وشلت الكاس ورجعت من النادي الاهلي. كنت موجود في رحت تونس، رحت في تونس المباراة. في الماتشين، الماتشين ماتش انرامو 2011 وماتش وليد سليمان والسيد حمدي في استاد 2011 كان في المنزة، و2012 كان في اسمه مشهور الاولمبيك بتاعهم رادس. طبعا بالظبط. ورجعنا بالكاس. السنه اللي فاتت الهلال كان ماتش صعب، والكابتن محمود الخطيب راح مع الفريق رئيس بعثة وكسبنا ورجعنا وخدنا كاس افريقيا. فانا مش قلقان اطلاقا، بس هو الموضوع كله احنا الماتش اللي فات ضيعنا جوان كتيره. أيوة. وكان ممكن اي جون جه كان فرق، خدنا 3 نقاط وحتى كنا كسبانين وخلاص، لكن ضربه جزاء لا توقعنا الجون الاولاني ولا توقعنا الجون الثاني. وزي ما حضرتك بتقول ضربه جزاء ما لهاش دعوه خالص باي حاجه، فار مش موجود، حظنا كده. بس لعبتنا رجاله واثقين في النادي الاهلي، واثقين في ادائهم. مرينا بالظروف دي كتير، ودايما رجاله الاهلي بيفرحوا جمهور الاهلي. يا رب كابتن، يا رب دايما ان شاء الله. بقول يا رب الحقيقه ان شاء الله. دايما بنتكلم في فكره ضياع الفرص، والحقيقه الاهلي في الفتره اللي فاتت ديت اكتر من فرصه يعني ضاعت منه للاسف. في مباريات مهمه زي ديت الفرص قليله، وعلينا ان نستغل حتى كما يقال انصاف الحلول. كلام مظبوط. وفي نفس الوقت حضرتك متفائل جدا جدا، قول لي بقى الثقه دي والتفاؤل ده جاي من ايه؟ جاي من النادي الاهلي. لا بصرف النظر عن حتى المواقف المشابهه اللي عدت على الاهلي 2014 حضرتك ذكرت 2012 و2001، فمواقف الاهلي كتير زي ما احنا بنتكلم كتير. بس الاهلي يعني انا بتكلم فكره الفرص الضائعه دي الحقيقه، ازاي الاهلي يستغل كل فرصه حقيقيه يعني قدامه بكره ان شاء الله قدام ده ده, ده 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 الامل. واحنا بنتمنى ان ما اعتقدش الفرص اللي ضيعناها. طب في الماتش يعني الاول معلش هقطع حضرتك، اتفضل يعني برضو نعرف الساده المشاهدين حضرتك البوزيشن كنت بتلعب ايه؟ عشان انا كنت ميد فيلد. وسط ملعب. لعبت وسط ملعب ولعبت راس حربة. لعبت ميد فيلد ولعبت راس حربة ولعبت راس حربة ولعبت وينج ليفت. طيب بيتكلم على راس الحربة والسهام، السؤال مرتبط بيه ضياع الفرص بالنسبة لروس الحربة للنادي الأهلي، وأنت كنت راس حربة في وقت من الأوقات، هل هي عملية فقدان ثقة؟ هل هي عملية نقص تدريب؟ هل هي عملية ضغوط؟ شايف الجزئية دي إزاي من خلال طبعا وجودك كمان في النادي الأهلي كراس حربة في وقت من الأوقات؟ توفيق من عند ربنا. راس الحربة ممكن لو نفتكر ماتش من الماتشات كان محمد بركات في الإسماعيلي أظن، كان كل ما يلمس الكوره تخش جون، هو نفسه استغرب. هو بركات بقى. لا بركات ده حاجه، فهي توفيق من عند ربنا. صحيح. ربنا وفق في اليوم دوت، هتلاقي الامور مشيت. احنا ما كناش متوقعين ان هاجي فينا جونين من الفرقه دي. انا اعتقد ان احنا مضيعنا اهداف اكتر مباراه ضيعنا فيها اهداف ماتش فيدا كلاب اللي كان في مصر.
وكنا منتظرين. فالتوفيق من عند ربنا ولاعبتنا كلهم عندنا ثقه فيهم ان هم يقدروا يعدوا المباراه ديت ويقدروا يسجلوا بتوفيق ربنا. كل حاجه بتوفيق ربنا اكيد اكيد كل حاجه، لكن احنا بنعمل اللي علينا بنتمرن. لو كنا جبنا جون واحد بس وخدنا الماتش كان الوضع اختلف تماما، كان الموضوع بقى سهل حتى اختلف تماما يعني مستوى الضغوط يعني. طبعا طبعا طبعا. فان شاء الله احنا كلنا ثقه في لعبتنا بكره ان شاء الله ان هم هيفرحونا كالعاده، وان شاء الله هنعدي وباذن الله العشره الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله. حضرتك كنت حضرت مواقف صعبه زي دي كتير، وقلت كنت متواجد داخل المدرجات، احساسك وانت واحد بقى من الجماهير، كنت واحد جوه جدران النادي الاهلي، الشعور دايما مختلف والحماس بيكون مختلف، يعني شايف ده كمان ازاي من منظور احنا خلينا نتكلم انت واحد من الجماهير، شايف الموقف ده ازاي، وشايف النادي الاهلي يتعامل حتى فنيا مع المباراه ازاي؟ والله فنيا الموضوع يعني الناس كلها اتكلمت فنيا، واحنا هنا اتكلمنا قبل من شويه فنيا، فالفنيات ديت رايي انا الشخصي دي بنسيبها للمدرب كيد. هو ادرى باللعيبه اللي معاه وهو عارف ازاي، هو ما فيش مدرب عايز يختار، ما فيش مدرب بيختار فريق التيم بتاعه عشان يخسره، هو من وجهه نظره شايف دي دي دي، لو ربنا وفق خلاص كلنا اوكي. انا بس حضرتك عشان اوصل لنقطه ثانيه، المباراه اللي زي دي بتبقى فنيا اكتر ولا روح لعيبه ولا حماس ولا اصرار ولا يعني في مباريات كده بتبقى بنقول دي لو اشتغلت حتى فني بشكل مش كويس لكن اراده اللعيبه والاصرار ممكن يعوض الجزئيه ديت يعني. يعني رايي انا شخصيا ان الفكره كلها توفيق من عند ربنا اول حاجه، الاصرار والعزيمه والثقه، وكان انا واثق في لعبتنا ودي اكيد عندهم وهم حاسين بيها وهينفذوها. كل اللي نعمله ندعي ربنا ان ده يكون يومنا ان الله. ممكن يكون مش عايز اجيب مش عايز اقولها بس ان شاء الله بكره يكون يومنا ونقدر توفيق ربنا ونكسب المباراه جون واحد حققنا اللي احنا مباراه الهدف الواحد بالظبط يعني دي بتجمع نقاط دي دوري المجموعات ده تجميع نقاط. فان شاء الله ربنا يكرمنا بكره وان شاء الله كل ثقه ان فرقتنا هتفرحنا وهنعدي دوري المجموعات بالعشره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ممكن تتوقع النتيجه ولا في الماتشات اللي زي ديت لا ما ينفعش ان احنا نسال سؤال زي ده؟ ده ماتش صعب لان احنا اول حاجه بنلعب جو صعب جدا، حطينا في وقت قاتل بالنسبه لنا، هم دي هم واخدين على الجو دوت ودي بلدهم ودي جوهم هم واخدين عليه، ملعب ترتان لعبتنا بتلعبش على ملعب ترتان. بس انا عن نفسي 1-0 مبروك للاهلي. كنت تتوقع المجموعه تتشقلب كده ولا يعني وانت بتتابع لسه يمكن القرعه والاهلي بيقع مع هذه المجموعه كان تصورك ان لا المجموعه سهله النادي الاهلي ضامن مع النتائج ومع المباريات بدات تقلق شويه لا المجموعه مش بهذه السهوله لان في مباريات كانت مفاجات يعني هزيمه الاهلي في سيمبا كانت مفاجاه كمان سيمبا بيفوز مباراتين على الاهلي وبيفوز على فيتا كلوب دي كانت مفاجاه المفاجات ديت كانت متوقعه من قبل ما تشوف المباريات ولا انت ضامن كده كده ان النادي الاهلي هيصعد يعني ان شاء الله مش ما فيش حاجه اسمها ضامن في الكوره لازم في مجهود وفي تعب صحيح. وبرضو توفيق كله هنرجع نقول التوفيق هو اهم شيء لان الكره ممكن تديك النهارده مفيش تاني يوم اداء تاني وشكل تاني وحاجه تانية توفيق ربنا مهم بس انا ما كنتش متوقع ان الاهلي لان احنا صعبناها على نفسنا مش باي حاجه تانية صعبناها على نفسنا بالتعادل في مصر بالتعادل في مصر بالتعادل ولا الهزيمه في سيمبا وهزيمه في سيمبا لان فرقه سيمبا فرقه انا اعتقد الاهلي اقوى من الفرق دي كلها طبعا وشيء طبيعي ان هو كان يكسب الماتشات دي بس الحمد لله معلش الكره لسه في ملعبنا ولسه يعني حظنا في ايدينا بالظبط نقدر ان شاء الله باذن الله نكسب بكره وربنا يوفق الامور هتبقى اسهل والامور هتبقى اسهل بس هي اتصعبت علينا طبعا مما لا شك فيه الامور صعبت علينا وما كناش نتوقع ولا كنا نتمناه واحنا كنا نتمنى نقعد يا رب نحسبها قاعدين دلوقتي نحسبها الاهلي وبنتوقع السيناريوهات وزي موسيماني النهارده بيرسم شكل السيناريوهات دي بس يعني هي تقريبا بقت عاده عند الاهلي يعمل فينا كده عشان هو عايز دايما يحس ان جمهوره ازاي بيحبه وازاي بيخاف عليه وازاي بيعشقه
فاحنا بنقول للاهلي احنا بنحبك وبنعشقك بس ما تقطناش كده في المواضيع اعمل فينا اعمل فينا اللي انت عايزه احنا بنحبك برضه كلنا ثقه فيهم كابتن وده اهم ده الاهم ان احنا كلنا ثقه في لاعبتنا النهارده اكيد وزي ما بنقول ده معدن الابطال لازم عارفين ان احنا بنتكلم في ظروف صعبه ظروف محيطه باللعيبه النهارده في جو مش جوهم بس لازم بيتكيفوا ويتاقلموا في اقرب فرصه علشان يحققوا نتيجه ويسعدوا الجماهير اللي هم عارفين يعني قد ايه يعني بيقدروا يغيروا المود اللعيبه دي بتغير الاهلي ده بيغير يعني شكل المزاج يعني او طبعًا. مزاج الناس طبعا طبعا هنروح لفاصل وبعد الفاصل كنا طرحنا سؤال عن ايه الرساله اللي انتوا تحبوا النهارده تقولوها للعيبه للجهاز الفني رأيكم ايه في مباراه بكره نروح بعد الفاصل نستعرض بعض الاجابات من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي اللي جات لنا النهارده في البيت الكبير ربنا يوفقهم ويكونوا قد الماتش بجديه وربنا كده يكون عند حسن ظننا زي كل مره ويفرحوا الجماهير زي كل مره ان شاء الله ان شاء الله الاهلي قادر يعني على مستوى الاداء اللي احنا شايفينه المستوى اللي فاتت ده بس قادر ان شاء الله الاهلي عودنا يعني على الماتشات والمباريات الصعبه بس ان شاء الله الاهلي هيدي مستوى كويس ان شاء الله يعني يشدوا حيلهم بقى المره دي عايزين بقى ماتش جامد ويغلبوا ان شاء الله عشان ياخدوا يعني لافريقيا تبقى معانا تمام اللعيبه رجاله وقد المسؤوليه وان شاء الله هنكسب باذن الله وهنتاهل باذن الله واحنا ثقتنا فيكم كبيره جدا باذن الله وجماهير الاهلي كلها وراكم وما تخافوش احنا في ظهركم باذن الله باذن الله هنكسب ان شاء الله وهنعمل نتيجه ايجابيه باذن الله هناك ان شاء الله احنا واثقين في ادائهم وفي لعبتنا وان شاء الله ونحققهم وفكر الكبار طبعا وان شاء الله احنا في انتظار البطوله العاشره احنا لعبنا ماتشات كويسه في كاس العالم وان شاء الله نصعد الادوار الجايه ونعمل حاجه كويسه ونوصل للنهائي الاهلي كبير وما بيعتمدش على تاريخ بس لا بيعتمد على لعيبه وعلى جمهور وعلى مدرب فياريت يكون في تكاتف احنا ما بنهتمش بان احنا هنلعب الظهر او هنلعب العصر لا احنا اكبر من كده بكتير مع احترامنا طبعا للفريق المنافس بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي نادي القرن ونادي القرن على طول ان شاء الله ومن توفيق لتوفيق ومن نجاح لنجاح للنادي الاهلي ان شاء الله يا رجاله انتوا قدها وانتوا خدتوا بطوله افريقيا وانتوا ابطال افريقيا وابطال افريقيا ما فيش حاجه بتقف قدامهم وافتكروا كل موقف رجولي وقفتوا فيه هنعدي الفتره دي ان شاء الله ودايما من المحن بتيجي النجاحات وهيبقى البطوله دي ان شاء الله ليها طعم اكتر من البطوله اللي فاتت لانها تيجي من وسط صعوبه ومن وسط محنه احنا فيها وان شاء الله هنعديها مع بعض كلنا وفي ظهركم في اي حاجه على الحلوه وعلى المره ننصف للاهلي ان شاء الله 2-1 طبعا للاهلي 3-0 للاهلي 2-1 للاهلي طبعا اتوقع الفوز للاهلي 2-1 ان شاء الله الاهلي يكسب 3-1 ان شاء الله 2-0 للاهلي ان شاء الله 3-0 للاهلي 3-1 للاهلي ان شاء الله ان شاء الله 2-0 يا رب يا رب ان شاء الله كلنا على ثقه وكلنا متفائلين يعني انا حاسه من الاجابات يا كابتن ياسر ان في روح عاليه جدا في ان شاء الله معنويات مرتفعه الاهلي قادر على انه يرجع مره تانية بس خلينا كده نستعرض مع حضرتك والجمهور راي الناس في السؤال اللي احنا وجهناه النهارده هو الحقيقه مش سؤال هو يعني تفاعل رسالة اللي انت عايز تقوله النهاردة للعيبة قبل ساعات قليلة جدا من مواجهة فيتا كلوب الحقيقة انه جات لنا المشاركات كتيرة جدا جدا بس كما جرت العادة بنبدأ من الفيسبوك كريم السيد بيقول العب برجولة متعة كورة افريقيا للكبار وانت الاسطورة واحنا املنا فيكم كبير من بعد ربنا انكم تفرحونا 11 راجل في الملعب 90 دقيقة على الفوز 90 دقيقة على الفوز طبعا على مستوى تويتر يوسف بيقول ثقتنا فيكم كبيرة يا أبطال أفريقيا العبوا بروح وشعار الأهلي وحاربوا على البطولة من أجل إسعاد جمهوركم يا رب يا عالي انصر الأهلي الغالي بالتوفيق يا نسور القلعة الحمراء يا رب إن شاء الله ده طبعا إن شاء الله. يوسف مين على تويتر إنستجرام يا سهام إنستجرام شريف كامل بيقول أنا عارف أنكم رجالة بس الماتش ده عايز مقاتلين من الدرجة الأولى مش عايزين لقب تالت العالم ده يتهز أو إن المنافسين يقولوا إنه جيب الصدفة ولا بالحظ إحنا فرقة لا ترضى إلا بالفوز فرقة حاصدة للألقاب مع خالص أمنياتي بالمزيد من التقدم والنجاح والانتصارات أنا بضم صوتي صوتك يا شريف إن شاء الله إن شاء الله يعني ده أنا يعني ده ملخص كلامنا في الحلقة النهاردة كمان يعني إن إحنا يعني ندي دفعة
لاعبتنا. انا واثقه ان شاء الله يعني لو بيسمعونا دلوقتي، هم من غير ما يسمعونا هم يعني عندهم الروح دي وعندهم القلب ده، يعني روح الفانيلا الحمراء ان شاء الله لازم تكون حاضره في الملعب طول ال 90 دقيقه. اكيد ان شاء الله ان شاء الله. مفيش اعذار زي الموسم اللي كان بيتكلم. ويمكن انا سعيد بالناس ليه؟ محدش جاب سيره الناحيه الفنيه، كل الناس، وده اللي بتكلم حتى من امبارح واول امبارح بتكلم ان هذه المباراه محتاجه محتاجه فنيا شويه، لكن ده على جنب، لكن المباريات اللي زي ديت محتاجه الروح اللي بيتكلم بيها جماهير النادي الاهلي، روح البطوله واحنا عندنا ثقه في لاعبتنا، روح الاصرار والعزيمه، وان في كتير 11 راجل في لغه الكره، وانت طبعا عارف واكيد اتقالت لكم كتير طبعاً. لازم تكون رجاله، هي معناها الكروي انك بتموت نفسك وبيكون عندك اصرار من اول دقيقه لاخر دقيقه، وخلي التوفيق وخلي النتيجه على ربنا، لكن اصرارك واجتهادك وكمان تحويل الصعوبات للتحديات ده مهم جدا بكره يا كابتن. اكيد طبعا، اكيد اكيد، ودي يعني كل الاجيال في النادي الاهلي اتربت على سمعت الجمله دي كتير يا فندم. انا عشتها صحيح. انا عشتها. بقول لحضرتك أكيد. يعني ما فيش حاجه عندنا اسمها اي حاجه تانية، ما بنعرفش اي حاجه تانية غير ان احنا نكسب. كابتن ياسر حضرتك من ناشئين الاهلي من لحد 18 سنه ودي كانت اخر فتره لعبت فيها لما ما رحتش منتخب مصر مع اللي لعبنا في استراليا كان مع الكابتن هاني مصطفى ربنا يديله الصحه. اتفضل. دي كانت اخر مرحله، لما ما رحتش المنتخب زعلت وقعدت في البيت حاجات كده يعني. زمان كان غير دلوقتي، زمان ما كانش فيه يعني الناس كلها بتتكلم والكوره مهمه، وعايز كل واحد متخيل ان ابنه دوت لازم يلعب كوره، وهو زمان كنا بنهتم دايما يقول لك ايه، لا ذاكر، لا روح ادخل المدرسه، لا مش عارف ما تعملش ايه، موضوع الكوره كان اقل شويه. بس طبعا لما بتكون صغير وما فيش حد معاك بيوجهك وبيفهمك ايه الصح وايه الغلط، يعني انا كنا نعمل اي حاجه غلط كان الكابتن سايس الله يرحمه كان يقول لنا ما تتخيلش ان انت المكان ده محجوز باسمك، في بره مليون واحد يتمنوا يكونوا مكانك، صح، فلازم تتمرن كويس وتنام كويس وتذاكر كويس. بصراحه كان راجل وكابتن سايس طبعا اوائل المدربين اللي دربوا حضرتك، وانت قلت اسماء كمان كبيره يعني كابتن سايس، كابتن مفتي ابراهيم، تتكلم على الكابتن انور سلامه، كابتن محسن صالح، كابتن شوقي عبد الشافي، فكل دول مدربين كبار اتدربت على ايديهم، وكان لسه كنت بتقول لي انك كنت قريب جدا من كمان الصعود للفريق الاول، واللي جالك رساله من طبعا عم جمعه الله يرحمه طبعا، الله يرحمه، يعني شيخ اداري النادي الاهلي، ومحدش يعرف طبعا، اي حد متواجد في النادي الاهلي عارف عم جمعه، فقول لنا كواليس برضو الحدوده دي حصلت ازاي. والله احنا كنا في الناشئين، كنت 17 سنه، وجاء عم جمعه كان طبعا معايا اخويا وحبيبي كابتن طاهر ابو زيد، جه عم جمعه قال لي هدكوتي بيتكلم عليك انت وطاهر، فشد حيلك في التمرين عشان هو عينه عليك. طبعا بقى ما نمتش الليل، ما نمتش. حلو قوي حلو قوي لما تكون موهوب ان يكون في حد مؤمن بيك مش بس يديك الفرصه يا فندم. انت لما تبص في وقتنا الفريق الاول، يا نهار ابيض، ده احنا كنا بنتمنى بس من 14 كنا نتمنى نلعب 15، واحنا 14 سنه نلعب بس فرقه اكبر منك على طول، الفرقه اللي قبليك كان الكابتن عمرو ابو المجد ماسك فرقه طبعاً. 16 طبعاً. وبعد الدوري بتاعنا ما خلص خدني لعبت ماتشين معاه فوق، حسيت ان انا يعني حاجه ما حصلتش لما العب بفرقه الاكبر مني، كان خدني انا وعلاء ميهوب ولعبنا معاه الدوري، كانت حاجه يعني بالنسبه لي. فما بالك بقى هديكوتي لما يكون اكرامي وثابت طاهر الشيخ ومحسن صالح طبعا، حاجه حلم حلم ان انت بس يفكروا فيك. شايف ان الاجيال اللي دلوقتي محظوظه اكتر شويه من اجيال حضرتك بالنهارده، خلاص قطاع الناشئين ولعيبه كتيره صغيره بدا يخشوا في النادي الاهلي ويتواجدوا، عندنا لعيبه مواليد 2001، عندنا دلوقتي مصطفى شوبير موجود 2001، تفتكر الاجيال دي شويه محظوظه او سياسه النادي الاهلي بدات كمان تخش انها بتطلع اولاد النادي بشكل افضل، شايف ده ازاي؟ وهل موسيماني، وهجيل لموسيماني، تقييمك كمان لموسيماني على مستوى مشوار الاهلي لغايه دلوقتي؟ بالنسبه انا شايف عن رايي انا الشخصي ان دلوقتي مش احسن وقت لهم، لان القاعده وسعت جدا،
بقى الناس كلها كل واحد عايز ابنه يبقى يلعب في النادي الاهلي بيوديه الاكاديميه، فلما بيكون المعروض كتير بيبقى صعب جدا تختار النوعيه الكويسه. لان عندك دلوقتي معظم الانديه بتشتري وعايزه اللاعب الجاهز خاصه الفريق الاول، فعشان لاعب من الناشئين يطلع فوق ده بيكون يعني صعوبه شديده جدا. استاذ نادي الاهلي دلوقتي شفنا اكتر من 4-5 لعيبه، ما انا بقول لحضرتك 4-5 لعيبه بس. لو حضرتك تفتكر زمان زمان كان بيطلع طبعا كل لعيبه النادي الاهلي كانوا اولاد النادي الاهلي، ما هو ده لا النادي الاهلي كان بيطلع النادي الاهلي وبيدي الفرق الاخرى صح. منتخب مصر كنت بتلاقي فرقه الاهلي كلها في منتخب مصر، تلاقي 16 لعيب منتخب مصر صح وحارس اللمه صحيح واخد بقى حضرتك ازاي. فدي بتاثر لان ليه الانديه بقت تشتري وبقت، بس عندنا قاعده وعندنا لعيبه كويسه وبيعملوا اعارات وبيرجعوا تاني، وشفنا احنا يعني صح نوعيات كثيره واسماء كثيره. حتى اللي جت والنهارده في الموسم ده بتادي بشكل كويس اكتر من رأي الحقيقه، لانهم ادوا واثبتوا نفسهم فرجعوا من خلال الاعاره فرجعوا تاني. طبعا 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 وعندنا لسه لعيبه بره كتير بتلعب كويس وبنشوفهم، واحمد ياسر هيز دوينج جود يعني عامل كويس مع سيراميكا وربنا يوفق النادي الاهلي في كل الخطوات ان شاء الله. كلمني عن دور كابتن محسن صالح في حياه كابتن ياسر انور، لان انا عارفه طبعا كابتن محسن بيتفرج دلوقتي علينا يا ريت، وانا بقول لك مستنيه اللقاء ده بفارغ الصبر، مستنيه لقائك بفارغ اقول ايه تاني يعني، بقول لك على الهوا اهو بدعوك على الهوا. فقول لي كابتن محسن صالح لاي مدى اثر في كابتن ياسر؟ والله هم اتنين مدربين، كابتن سايس وكابتن محسن، دولت بالنسبه لي انا يعني اقرب اتنين لقلبي. كابتن سايس علمني الكوره وعلمني الاخلاق وعلمني كل حاجه. كابتن محسن انا عن نفسي كنت حاسس انه ده اكتر مدرب كان فاهمني، في يعني كان بيطلع من جوايا كل باحساسي الشخصي، كان بيطلع من جوايا كل طاقاتي، كنت احب اسمع منه اي تعليمات يديها لي، اي حاجه كنت احب اسمع منه وكنت احب انفذها، وكنت استنى بعد الماتش اشوف هيقول لي ايه، تروح له على طول. احب اسمع يعني. كنا بنلعب في بورسعيد مره، خدنا ورحنا لعبنا بورسعيد ماتش ودي، مش عايز اقول لك كان محسسنا ان هو يعني في وقتها ان هو اب لكل واحد، اخ كبير لكل واحد، بيهتم بكل واحد، تلاقيه يهدينا يجيب لنا هدايا من نفسه، تلاقيه بيجيب لنا هدايا. فدي كانت بصراحه كابتن محسن من الناس، من الشخصيات شخصية على المستوى الفني ومستوى الراجل في منتهى. قابلته انا كنت هنا في سبتمبر اللي فات، وقابلته في ماتش كان افريقيا بس مش فاكر، كان على استاد السلام الاهلي، وقابلته هناك وسلمت عليه بس هو ما افتكرنيش اكيد. لا 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 اديله كل الحق طبعا. هو طبعا أكيد بيكون دايما أكيد في حياه اللعيب مدرب بيبقى ليه بصمه طبعاً. وكابتن بتتكلم على قامه كبيره جدا طبعاً. كابتن محسن صالح على المستوى الفني طبعاً. على المستوى الشخصي انسان اكتر من رائع، وكمان بيقوم بدور اكتر من رائع كمان دلوقتي في لجنه التخطيط طبعاً. اللي انا في اعتقادي انها من اهم اللجان على مستوى النادي، لانها اللي بتحدد بشكل كبير جدا مستقبل النادي، واعتقد بيقوم بدور اكتر من رائع طبعا، مع طبعا الكابتن زكريا ناصف وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب، ده مهم جدا. هرجع تاني لذكرياتك مع النادي الاهلي، وكنت بتحكي لي ان في المباريات المهمه كده بتبقى كنت بتقضي ليلتها ازاي، وانا عارفين في قطاع الناشئين برضو الضغوط على الولاد برضو ان لازم ده النادي الاهلي ولازم نكسب، كنت بتقضي ليله مباراه مهمه، النادي الاهلي عنده مباراه مهمه بكره، كنت بتقضيها ازاي؟ بصراحه كانت بتبقى مشكله بالنسبه لي لسببين. اول حاجه الماتشات اللي بتلعب في ستة تيتش الله يرحمه الفريق المرتجي كان بيجي الصبح يتفرج علينا، او خاصه بيجي يتفرج على طاهر كابتن طاهر ابو زيد. كان يعني مين كابتن من النجوم دول في فرقتك برضه عشان الناس تعرف؟ كان معايا كابتن طاهر، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد حشيش، كابتن اسامه عباس، دول اللي لعبوا في الدرجه الاولى يعني. دول اللي كملوا ولعبوا في الدرجه الاولى، بس كان معانا ناس ثانيه برضو يعني ما حلفهمش الحظ بانهم يعني يكملوا، مش كره يعني مش بتدي صحيح. كل واحد صحيح. بياخد نصيبه صحيح. بس كنا مجموعه، كنا صغيرين مع بعض ولحد دلوقتي بنتقابل يعني، لحد دلوقتي لما باجي اجازات بنتقابل ونخرج ونتقابل بعض
واللي غايب ندور يعني الفيسبوك والحاجات دي برضو قربت الناس كلها. وكنت يوم الماتش بالليل ما كنتش بعرف انام، اقعد افكر في الماتش. تلعبوا قبل ما يتلعب؟ قبل ما يتلعب نفكر، خاصه لما نكون مثلا الفرقه لعبناها قبل كده فعارفين مين المهم ومين اللي مش عارف ايه والحاجات دي كلها. كنت قاعد افكر في الماتش طول الليل، ما اعرفش انام، لازم انام. انا مش بكره الصبح نلعب الساعه 10 الصبح، اروح اعمل ازاي؟ الماتش لو اتصعب هيجي لنا فاول مع ال 18، طاهر هيجيب الجون عشان اخش انام. خلاص خلاص كده، كابتن طاهر جاب الجون فتنام. ما هو ما فيش حل غير كده، لازم طاهر يجيب جون عشان نكسب. صحيح. ما فكرتش ان بعد مشوارك، يعني مشوارك في كره القدم، انك تدخل مجال اخر هو مجال التدريب بطبيعه الحال؟ والله اللي فرق معايا ان انا سافرت. سافرت مصر، سافرت من 85 يعني بعد ما خلاص ما حاولتش، لاني سمعت مره كابتن محمود الجواري الله يرحمه بيقول لو 18 سنه ما لعبتش في الفريق الاول يبقى مش هتلعب كوره. ده كابتن محمود الجواري بيقول كده واحنا بقى صغيرين، كان هو ماسك فريق 21 في النادي الاهلي. سمعت الكلام دوت 18 سنه ما رحتش المنتخب، فالامور حسيت ان الامور هتبقى صعبه. حسيت ان انا خلاص انا كده مش بس اللي لافت للنظر كابتن ان رغم انتقالك لامريكا من سنه 85 لكن حرصك على تواجدك مع النادي الاهلي وحبك لكيان النادي الاهلي فضل مستمر بدليل تواجدك في المناسبات الكبرى وفي البطولات الكبيره. الشغف ده جه ازاي؟ يعني دايما الواحد القطاع الناشئين ما لوش نصيب بيبعد وبيخش مجال تاني. احكي لنا عن يعني الحدوته الحلوه ديت، ارتباطك بالنادي الاهلي، حرصك على تواجدك في المباريات المهمه من داخل المدرجات، يعني احكي لنا برضو الكواليس دي جت ازاي وفكرت فيها ازاي؟ لان انا يعني وليا الشرف ان انا بعتبر نفسي ابن من ابناء النادي الاهلي. صحيح. فلما سافرت، انت عارف لما تبعد عن تسافر يعني انت في بيتك وفي وسط اخواتك، اخواتك في قدامك ما فيش اي مشكله، بتبعد عنهم تحس بالفرق. تحس طبعا. هي دي اللي ممكن اللي زودت عندي الاهلي واخبار الاهلي والاهلي هنعمل ايه والاهلي بقى الموضوع بالنسبه لي موضوع يعني مهم جدا حياتي، بقت هي دي المتعه الوحيده في حياتي. لو زي ماتش بكره وحضرتك في نيويورك بتتابع الماتش بتعمل ايه في دقيقه واحده؟ عشان يا فندم في دقيقه واحده انا لولا الكورونا والحاجات دي انا كان زمان دلوقتي في الكونغو. في الكونغو؟ في الكونغو وراهم. بقول لك حضرتك لولا الكورونا والبي سي ار والكلام دوت انا كنت في الكونغو النهارده. فعلا. انا كنت باجي من امريكا اروح الماتش وارجع تاني. ترجع تاني. وارجع تاني. كانوا بره الماتشات الوديه كنت بروحها. الوديه كمان. كان في مدريد لعبوا في مدريد من كام سنه. صحيح. مع ختافي، رحت ختافي واتفرجت على الماتش ورجعت تاني. لا الاهلي، الاهلي فرحه، الاهلي حب، الاهلي حياه، الاهلي لا لا النهارده الأهلي. كان معانا يمكن امثله او حالات من طبعا اللي بيعشقوا الكيان، كنا بنتكلم تحت الهواء انا وحضرتك، وحضرتك بقى الحاله الثالثه النهارده. بنتكلم عن ثلاث حالات الحقيقه بينتموا انتماء قوي جدا جدا وقد ايه يعني الحب ده يعني مش لا مش لا حب الاهلي بس الاهلي كبير. انا الاهلي يعني انا من الحاجات الاساسيه عندي لما اجي لازم اخد معايا اعلام الاهلي اعلام الاهلي ستيكر بتاع الاهلي ميداليات الاهلي فنات الاهلي ترنجات الاهلي عشان اروح اوزع للناس هناك يتفرجوا عشان الاهلي. ستيكر بتاع الاهلي اللي احبه علق له ستيكر الاهلي بايديا في عربيته بايديا. حاجي لاخر سؤال معلش يعني كنا نتمنى الوقت يكون اطول من كده لان عندك حاجات كتيره جدا ودايما بنكون سعداء لما بنلاقي ناس فعلا بيحبوا الكيان من جوه وعايشين جوه كيان النادي الاهلي. كنت في التسعة يا أهلي كنت متواجد فين وشفت المباراة النهائية ازاي؟ لا ده موضوع بقى صعب قوي ده موضوع صعب قوي. كنت في البيت سريعا الماتشات المهمة للأهلي في البيت في أمريكا لوحدي في نيويورك الماتشات المهمة لوحدي في البيت ما حدش معايا اتفرج اجيب تي شيرت الأهلي اعلقه على الهانجر واعلقه في البلكونة قدامي عشان يبقى قدامي على طول
بقول للفانيلا مش هتنزلي غير لما لقدك. الحمد لله ما نزلتش. الحمد لله. لا نزلت. نزلت ونزلتها اكيد طبعا. اكيد طبعا. اكيد طبعا. نورتنا وشرفتنا كابتن ياسر. شرف ليا. شرف لينا بجد والله. ويكسبوا بكره عشان الحب ده. ان شاء الله. والتقدير ده. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا فندم على اللقاء. متفائله ان شاء الله باذن الله. نورتنا كابتن ياسر. شرف ليا يا فندم. شرف ليا يا فندم. شرف ليا يا كابتن. سعيد بوجودك معانا. شرف ليا. ان شاء الله نتقابل واحنا باذن الله بنهني بعض وبنحتفل هنا بصعود الأهلي في أي أجواء في أي ظروف بتحيط النادي الأهلي قادر بإذن الله على أنه يفرحنا ويحقق نتيجة إيجابية بكرة بإذن الله. بيت الكبير من 10 لـ1. صباح الخير.